أنا بالنسبة لي يعني إعلامي ودخلت على هذا الجو المتعب يعني ما بسميها مهنة أصلاً. ما في شيء بالحياة لما داخل فيه الإعلام. الشيء الثاني اللي بيجي بجوز موازي تماماً اللي هو الفن التشكيلي. كل شيء بيكون فن تشكيلي. أنا بشوفه أول الفنون. ساويت عليهم اللوحات 1200 لوحة. الفكرة وقت بتكون موجودة بالذهن يعني ممكن من اللوحات الصغيرة اللي أنا عملت 1000 لوحة فيهم أحيانا ممكن 3 دقائق تكون اللوحة خالصة وأحيانا بتاخد ساعة. هلأ هون هذا مو نحت بس هو قطعة بلاستيك تبع الحلويات، يعني أنا مثلا حطيتها بمكان ما بفرن طلعت حطيتها بالزيت غليت لحقتها أنا عملت هذا التشكيل. موضوع إعادة التدوير يعني هو قاعدة للتنمية للتربية للتعليم للاستفادة من الوقت لكل شيء بالحياة. يعني هذا الشغل مو بيساوي خزف، الخزف بده فرن وما فرن وكذا. عملت أنا خلطة على الفخار بساوي خزف. هي يعني بوري يعني في أسرة هيك تبع أطفال تلاقي في إلى يعني بواري هيك قلمينه بطلع على شي 30-40 وحدة فوقت بيفرطوه بينتزعوا بياخذوهم بيكبوهم. هي وحدة منهم بس المادة هي اللي استخدمناها هي اللي محافظوا على أنه ينغسل يتنظف يتساوى. الشيء اللي عم بشتغله أنا يعني أكتر شيء دائما يعني بحس إنه لازم يوصل لكل اللي حوالينا على القليل، يعني خاصة الأطفال اللي عمرهم 10 سنين 12 سنة، إنه أي شيء بالحياة موجود قدامك هذا ممكن يهمل أو يتلف، لا أنا بساوي منه شيء فني بنفس الوقت ممكن استفيد منه.